وقل رب زدني علما. أما صفة رفع اليدين فقد جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه. وأريدك أن تعلم معا أنه قد ورد في حديث آخر وهو حديث مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه فيحاذي بهما أذنيه. فمن أهل العلم من قال إنه يجوز الوجهان فيكون من اختلاف التنوع، وهذا مقبول لأن الحديث ورد بهما، لكن نقول ما هو أفضل الصفتين؟ نقول إن أفضل الصفتين هي حديث ابن عمر هذا. لماذا؟ لأن ابن عمر كان ألزم بالنبي صلى الله عليه وسلم بخلاف مالك، فقد رآه أحايين قليلة ثم رجع إلى قومه. والأمر الثاني أن صيغة ابن عمر تدل على المداومة، كان إذا ابتدأ الصلاة رفع يديه حذو منكبيه. وكيف تكون المحاذاة للمنكبين؟ لأهل العلم فيه وجهان، أحدهما وهو المشهور عند المتأخرين أن المحاذاة تكون بأوائل اليدين وهي رؤوس الأصابع، وبناء على ذلك فمن أراد أن يحاذي بيديه منكبيه عند التكبير فإنه يجعل أطراف أصابعه محاذية لمنكبه فيكون بهذه الصفة. والوجه الثاني وهو الذي انتصر له الشيخ تقي الدين وهو أن المحاذاة تكون بوسط الشيء، وبناء على ذلك فيكون المرء إذا أراد أن يحاذي بكفيه منكبيه يرفع يديه قليلا فتكون بهذه الهيئة، فيكون وسط اليد وسط الكف المقصود وهي أطراف الأصابع من سفل محاذية للمنكبين. وأنت إذا فعلت هذه الهيئة قد يراك الرائي فيصف فعلك فيقول إنه محاذ بيديه لأذنيه، فحينئذ تكون قد فعلت الحديثين معا ويكون ذلك أقرب. ولذلك الوجه الثاني قد يكون أقرب جمعا للحديثين بناء على قولنا أن ابن عمر إنما حكى صفة الملازمة. مما يتعلق بالمحاذاة كذلك أن العلماء يقولون عند محاذاة اليدين يستحب فيهما أن تكون اليدان مبسوطة غير مقبوضة، وأن تكون اليد مضمومة الأصابع غير مفرقة الأصابع هكذا، لأنه جاء في بعض الأحاديث ما يدل على هذا المعنى. وبناء على ذلك فإذا أردت أن ترفع يديك في تكبير الصلاة فتقول هكذا الله أكبر، إذن تكون اليد مضمومة مبسوطة محاذية للمنكبين. لو نزلت قليلا ارتفعت قليلا أمره سهل بدليل حديث مالك بن حويرث المتقدم. إذن هذا ما يتعلق بقوله رفع يديه حذو منكبيه.